عندكم هنا العدد اليدوية اكو من 1000 دينار الى 10000 دينار. هاي النظارة ب 1000 دينار. نظارة طبية مال قرايب. انا حاجة ربع ذني البراغي ان شاء الله اسمع الصحيات. حاجة 500. فولي هاي الثريا ايش قد حلوة؟ هاي على 25000. بدي كسر بلف. هاي جالكسي على الصيف جاي الناس اللي تشتغل بالعصائر ذن الخلاطات. هذا شو السعر عمو السنة الاول؟ يا هلا شلونكم اصدقائي؟ جمعتكم مبارك. تعالوا انا وياكم ناخذ جوله بسوق النهضه لبيع الاغراض المستعمله في بغداد، نشوف شنو البضاعه اللي جايه ونصور لحضراتكم. اهم شيء تكملون الفيديو الاخير ولا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كل اشراق اليوم شفته هذا الدرامز على 40000. طبعا هذا يشتغل على الفحص. كل اشراقي هاي هنا مكانه بالحديقه. حاجه ربع ذني البراغي ان شاء الله تسمع الصحيات. حاجه ربع 10000 توصيل من المي. حاجة ربع ذني اصطياد على حاجة ربع ذني. انت ماشي تبدي حاجة ربع في تادر نفيس كتر مال كيوسرا. انا حاجة 500 طبعا. حاجة 500 على 500 دينار. حاجة خمسمية. هاي الويل اسبانيا جد حلوة. هاي على 5000 دينار رباعية، لونها كلش حلو. شاكوش على 3000. هاي ماكينة مال الحديقة على 30000. اشكرك غاز. 500 هاي هناك. شوف هاي البسطية مال العدد اليدوية همين. جكات سبانة كترات كبار مال الحديقة كل شي بسعره. شلون صحتك؟ هاي بس سعرها هاي؟ 65. وهاي؟ 75. زين. هاي كونفيرات؟ كونفيرات على 100. وهذا الكاونتر ذاك اول واحد؟ كونفيرات القطع؟ ايه؟ 250. وهذا؟ 450. ايش قد تليفونك؟ 077-11-3-7-5-9-6. ممنونك. رحيم اللي يجيك مطلب يدير بالك عليه. يا رحيم كل جمعه وسوق النهضه يجيب خوش مبردات. اتصلوا عليه اذا احتاجيتهم ان شاء الله. شوفوا ذني بايسكلات قد حلوات. هذا على 65 وذاك على 95000. ذني محترمات طبعا. كلش راقيات. كوبرا. من العدد اليدوية اكو من 1000 دينار الى 10000 دينار. عجب ايش هاي الله يخليك عمو؟ هاي تحصل لك يا ثمانية 1000 عمو. هاي ب 1000 دينار ذني على 8000. على 10 السبلت 1 طن. هذا سعره 100 وش قد؟ 175000. وهذا المكيف 160000 سعره. مكة صغيرة 18 على 18 وذني هاي الشامي على 18 الدبلات ذني على 10000 دينار. صاحبنا مهند شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. بيش هاي المبردات؟ المبردات على 70 على الفحص مهند؟ الا سرعتين على الفحص؟ على الفحص زين. وهاي هذا الكاونتر 160 كامل 150 زين. هاي هنا عندها مين انتيكات خوش شغلات. فولي هاي الثريا ايش قد حلوه؟ هاي على 25000. الصيف جاي الناس اللي تشتغل بالعصائر ذن الخلاطات. هذا شو السعر عمو السنه الاول؟ هذا تايوان القديم 15. والهذا بيبي طاحونه بحسبه حتى ب 10 زين. هذا ب 20 العربي بدون طاحونه. هذا اللي بداخله طاحونه 20 يبيعه هو وطاحونته. هذا 25 هم العربي الهربي ويا جوسوني.
الباقيات اللي برا امداني 35. 35 هاي هنا مقابل محطة وقود النهضة المشيدة كل جمعة ممنونك عم. ذني الغسالات ذني اليابانيين الأصلية دائما نصورهن، بس هو بين فترة وفترة يجي يجيب ذني التحف. ايش قد سعرها هاي؟ هاي 100 ذني 200 ذني على 100,000. هاي بيش؟ لازم 150. هاي لازم 150,000 ذني كلش حلوة. هذه 200 ذني على 250. هاي كبيرة على 200 ذني بيش؟ على 200 هم على 200؟ اي وهاي البرادات على 500. زين ذني كلش حلوات. باعوه في تليفونه صلاح، اذا احتاجيتوا من ذني اتصلوا علي ان شاء الله ما يقصر وياكم. لا نعرفه احنا دائما نصور وياه. عندكم ذني دريلات على 20 وعلى 25,000، يعني عندكم هذا الصغير ب 20,000 والكبار على 25 وذني الكوسرات على 25,000. هذا اصله ياباني وما قيته. هذا المكيف عمو بيش هذا لنا على 250 الواحد. هذا الكرافت على 200 250 على 30 وهاي الكوسر على 35,000. ذني البنكات على 25,000 ذني الثريات عمو. هاي الثريات بيش عمو؟ على 10. ذني على 10,000 دينار الزوج. شلون صحتك؟ هاي هنا بسطية استاذ صادق بيع الطباخات. ايش قد سعره هذا؟ هذا 260. هذا كريازي مصري 260,000. هذا نفس السعر؟ نفس السعر 260. زين. هذا؟ هذا الابيض 250,000. 250,000. زين. هذا الايطالي؟ ايه. 225,000. زين. هذا اليونيفرسال؟ 225,000. 220,000 الريال المصري. زين. الامبريال المصري 220,000. امبريال. وهذا؟ هذا 200,000. هذا 200. وهذا العفو؟ هذا 175. 175؟ ديلوكس. هذا الأسود شنو؟ هذا الأسود تركي. تركي بيش؟ 175,000. هذا ما مشتغل على البلاد حتى الأرضية مالها تبقى جديد يعني؟ ما مشتغل. بيش؟ هذا 200,000 دينار. 200,000. وهذا الفريش؟ هذا 225. فريش على البلاد. 225. وهذا؟ هذا 210. وهذا الفريش؟ 225. زين. هنا عندكم هذا العشتار بيش؟ هاي العشتارات على 180,000. 180. هذا الايديال الفرفور الابيض. بيش؟ عليكم. بيش؟ هذا 200,000 دينار. 200,000. هذا العشتار بيش يعني؟ وعندكم هاي هنا همين؟ زين بيش هذا؟ هذا عندك هذا الامبريالي المصري حق 80 180,000. وهذا؟ هذا 190,000. 190,000. هاي هنا بسطية استاذ صادق. كل جمعة مقابل محطة وقود النهضة المشيدة. راح اعوف تليفونه، اذا تحتاجوا من هاي الطباخات اتصلوا عليه. الكنتور على 70,000 كلش حلو. ممنونك تسلم. كم هذا واحد طن سامسونج على 115 وهذا على 80,000. لان اغراض مال السيارات دبلات غيرها اسعارها تتراوح كل شيء بسعره. مولدات هاي البسطية كل شيء بسعره موجود من 1000 دينار وانت صاعد. ما سيارات كهربائيات بلكات براغي حتى ماكينة مال ولدي موجودة. بيش هاي عمو؟ بيش؟ على 100,000 هاي الماكينة. هذا بايسكل حلو هذا على 75,000. شوفوا لي هذا البايسكل ايش قد حلو. هذا البناتي على 75,000. شلون صحتك؟ اليوم شو نزل اليوم؟ كوري. كوري؟ زين. هذا القطعتين 35. قطعتين؟ 35. 35. 25. 2 ب 15. وحده بيش؟ وحده ب 8. وحده ب 80. اغمز منه هذا اليمنى. هذا؟ هذا ب 10. ب 10,000. طاوات. بيش؟ على 8,000. صغار كبار؟ صغار كبار بعد. ايش عندك هنا؟ هاي الحمرة شنو؟ هاي هذا جدر ابو القفل فقط. بيش؟ بيش الجمعة كان ب 20. ايه؟ هاي الجمعة ب 18. 18. هاي النظارة ب 1000 دينار. نظارة تنبية مال قرايب 1000. أربع نظارات مال أطفال ب 1000. أربع نظارات مال أطفال ب 1000.
بسطية أبو أحمد أكبر بسطيلي يبيع الثلاجات والمجمدات وسوق النهبة. غني أسعار تتراوح من 200 إلى 400 ألف. يصير يعطيك بيها ضمان على الفحص. عمو لين إيش قد ضمانهن؟ ضمان لمدة شهر. شهر. صيانة وتصليح أو تبديل. زين. هنا عندكم ذني بيش هاي عمو؟ هاي 250. هاي البرادات عمو؟ ذني على 200 ألف. وهاي المجمدات عمو؟ مجمدات على 100 و150. 100 و150. هاي البطحيات عمو ذني؟ البطحية هذه على 200. هاي على 200. هذا كله بلادي بضمان. طباقات بيش؟ حسب النوعيات اكو 150 اكو 200 اكو 250. عنده سبالت مثل ما تشوفون سبالت مستعملة. عندكم ذني المكيفات على 200 ألف والسبالت اكو 250 واكو 200. زين. بيش؟ من على 250 عشرة. 250. لسه الرمان. هاي بيش هاي السوداء عمو؟ هاي 400. 400. تقدر تفوت تشوف ليها عمو الله يخليك؟ ما شاء الله. ذني الثلاجات عمو الصغار هي هاي عمو 400 هاي؟ هاي 350. أبو أحمد أكبر بسطية بالنهضة لبيع ثلاجات مجمدات برادات سبالت. شلونك صباحي؟ شلون صحتك؟ إذن المردات قد أسعارهن ذني؟ ذني على 300 275. هم يشتغل هاي كونفيرات وهذا الحديث على 100. هاي المبردات قلت لك 275. 275 غسالات على 150. البرادات على 75. زين. ايه. هاي الجزء مال جري على 150. 150. هاي الثلاجات صباح الثلاجات على 200. 200 ألف 175 هم تنباع. زين. اشوفهم هاي ثلج ابيض. زين. جيد. ايه. هاي الصحيات على 25 قطعة. شرباي هاي نفرين. هاي 75. هذا المية الصباح. هذا المية طعام 150. 150. زين. هاي السفينة صباح مال أسواق. 225 مال أسواق. هذا الجهاز بيش؟ هذا بستين. 60. إيش قد تليفونك صباح؟ 0770. إيه. 88-516-05 صباح الجوز. صباح. اللي يجيك من طرف يدير بالك علي. انا خادم الك واللي يجي صباح واحد على واحد يبيع ويشتري. رحم الله والديك وحسين الله مشكور حبيبي. خالد حبيبي جمعه مباركه عليك. هذا شنو هذا التحفه؟ استاذ علي هذا التقم 10 مقاعد تركي. ايه؟ نظافته 100%. سعره 600 وبمجر. 600 ألف بمجر. خالد استاذ علي ظن الميوزي 6 كراسي جديد ما مستخدم على 225. 225 عندي ثلاثة على 100. هذا واحد وهذا واحد وهذا أربع كراسي واحد ذني مستعملات. خالد هاش قد سعره؟ استاذ علي هذا 10 مقاعد هذا الدفع نفات وكراسي 2 و6 كوشات. زين. نظافته 100% عراقي تصميم تركي. هذا سعره 450 بنجاح. زين. وهذا الميز خالد؟ استاذ علي هذا الميز هاي الميز ويا كراسي 2 سعره 75 نايت. زين. هاي الطبلات؟ طبلات على 35 نايت. ثلاث طبلات 35. 35. هذا النص الزيتوني. ايه. هذا نهايته 175. خالد. استاذ علي هذا 10 مقاعد، هذا دبل يد. هاي يدي وهاي يدي، سحور دبل يد. سعره 275 وبالله. هذا خالد التخم. استاذ علي حبيبي، هذا التخم وصل 10 مقاعد، نظافته 100%. زين. هذا بالمعارضة 30 35 ورقة. ايه. عارضة واحد ربع وبينا. واحد وربع بمجر حوالي كوشات متحركه فول. ايش قد تليفونك خالد؟ 0770536168. اي استاذ علي هذا تركي 7 مقاعد. ايه. هذا سعره 300 بمجر. هاي هنا ما شاء الله هواي تخم جاي. مصطفى شلون صحتك؟ الله يحفظك. هنا ارخص بسطيه مصطفى الكناني خادم ربك. الملابس العسكريه. ملابس العسكريه. البيريات حبيبي حفظك الله. هنا بالحديقه كل جمعه. شلونك عمو مشتاق؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. الله يطول عمرك. بيش ذني العفو؟ والله اليوم ابو حسين الطاوة تعرف ان السعر زين 15 بس هاي الطاوة ب 10 بس هذا ذني ب 10,000؟ لا 10,000. زين هاي الكبيرة؟ هاي الكبيرة ب 15. وهاي الجدورة عمو؟ هذني الجدورة. ايه هذا الكبير وهذا الكبير.
هذا ب 25 هذا 22 ايش عندنا هذا زي الطبق ماله سيليكون قرار الطبق ماله وهذا هذا سيليكون هذا جديد هذا سيليكون فتشي واعي شوف هذا سيليكون ربع سيليكون بيش هذا عمو؟ بالفيديو زين هذا سيليكون وهاي القواشيق عمو؟ هاي 500 هذني على 500 دينار هذا باع كلش حلوة على 500 دينار هذا كله 500 هاي طاوة جبتها وزن طاوة مسطحة شيل الوزن مالها هاي الوزن مالها 3 كيلو الوزن مالها 3 كيلو هذا قرانية هاي يستعملوها للسياح يستعملوها القرصة يسوون بها بالشغلات هاي طاوة هاي طاوة كلش بقيلة كلش راحة اجت عندنا بالوزن كم قطعة اجن هذا سعرها 15 ممنونك عمو حفظك عمو ابو علي هاي شنو مسوي مدور اليوم اي والله مدور هذا مدور هذا ميز دائري مسوي يطبق هذا الكرسي وبيهم هذا اعرض هذا 35 كرسي هذا 40 زين على مود الضخامه ماكو هذا عمو هذا هو الكرسي 60 ينطبق هذا اي كله يطبق هذا التدبير مالك عاش تيده وذني الباقيات عمو هم يطبق بيش هذا رادي همات مسدس هم سويناه شو سعره هذا سعره هو وكراسيه 90,000 زين اي هاي المصلايه المصلايه ب 10,000 10,000 ممنونك حبيبي تسلم عمو